فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. هنا عندنا سنن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. روى المصنف عن عكرمة عن ابن عباس قال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. قال وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سليم وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وبه يقول بعض أهل العلم. أنا كيف أحب أهل المغرب أكثر؟ أنا أحب أهل الجزائر وأهل المغرب وأهل ليبيا وأهل تونس، كلهم عندي بلد واحد أحبهم جدا. وأما أهل الجزائر فيتميزون بميزة أنهم أهل شهامة ومروءة، هم بلد المليون شهيد. وأما المغرب فأنا رحلت وسافرت إلى أوروبا وإلى أمريكا، ما رأيت مثل أهل المغرب أكثر حرصا على مجالس العلم والوعظ، و لهم كأنهم يسارعون في المجالس، فهذه ميزتهم. وأهل ليبيا فيهم بعض الصلابة التي أحبها، وهم يعني نعم يتعلمون، وإذا علموا وتعلموا تعبدوا وعضوا بذلك على النواجذ، لهم شخصية قوية. وأهل تونس قلت أنا شفت في أهل تونس كثير مما لا يعجبني من أمور، وعجبني أكثر ما عجبني أنهم إذا صدقوا وصلوا إلى السماء. إذن كل المغرب العربي فيهم ميزات الله تعالى ميزهم بها، ولذلك نحن يعني أنا عن نفسي يعني القلب يهفو إليهم، وليتني أستطيع العيش بينهم، يعني هذا الذي أحبه. فأحب الجميع ولا أفرق بين الجميع بحال من الأحوال، وإن كان كل بلد من البلاد لها ميزة تميزها، وهذه رفعة للجميع. نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، يعني ولذلك أنا أحب الجميع حبا جما لأنهم إخوتي في الله، بنظر إليهم بأنهم إخوتي في الله، وهذا الذي يجعلني أرتفع إلى السماء. حفظكم ربي وأحسن الله إليكم ورفع مقامكم، استغفر الله. أنتم أهل فضل وأهل بر وأهل كرم، لكم ما لكم من القوة ومن المتانة وأيضا العلم. حفظكم ربي وأحسن الله إليكم. كحديث قتيبة بن سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. هذه فيها يعني أراد المصنف أن يبين لنا. الله أكبر، رضي الله عنك. أهل طنجة أيضا لهم فيهم من الخير، حفظكم ربي. وأهل الجزائر أيضا أهل كرم وجود وأخلاقيات راقية، وتونس وليبيا أنتم شرف أهل الإسلام، أنتم نصرة أهل الإسلام. ولو نظرنا ودققنا إلى التاريخ يعني ترى ما العين رأت في هذا الباب من الفضل والكرم. أما أهل مصر فهم يعني إذا 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 علموا الحق سارعوا إليه، إن لم يشوش عليهم كثير من المغريات والتصفيق لكثير من المشاهير. يعني أهل مصر يؤخذ عليهم أنهم الشهرة يعني بتأخذهم عن التدقيق في الجوهر، يعني المظاهر أكثر تأخذهم. وهم إن شاء الله يعني من أهل الخير والفضل إذا تمسكوا بالدين يا ربي يقودون حقيقة، إذا كانوا صادقين وتمسكوا بالدين يقودون. فأهل الإسلام فيهم كل الخير، أما أهل الشام فهذه قضية أخرى. إذن الصلاة على الخمرة بتقول لي باب التسبيح، أي تسبيح؟ أنا شرحته يا أم الأبرار، شرحته، إنما التصفيق انت بتتكلمي عليها يا ام الابرار، انت فين يا بنت الحلال؟ الصلاة على الخمرة وفيه جواز الصلاة على الخمرة، والخمرة هي يعني لا ما تخافيش لا اقع في ذلك، لا ما في ورطة، كلكم احبائي فلذلك لا ورطة. ايوه 369 والله الواحد نايم والله. اعتذر اليك. نعم. باب ما جاء من التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال التسبيح، قال رسول الله التسبيح للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
رضي الله عنك. أثار هذه من أخلاقياتكم الراقية التي اعتدت عليها رضي الله عنكم. خلاص خلاص خلاص، أخذت بكلامكم يا أم الأبرار. قال وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وأبي سعيد وابن عمر، قال علي: كنت إذا استأذنت على النبي وهو يصلي سبح سبحان الله رضي الله عنكم جميعا. وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وأبي قال أحمد، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، حديث متفق عليه البخاري ومسلم. فالتسبيح هنا قال المسلم التسبيح للرجال. تعلمون أن الباب له قصة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عند بني عمرو بن عوف، كانت هناك لمصالحة الناس، فقال فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام بلال فجاء إلى عمر بن الخطاب يقول: تصلي بالناس؟ قال: اذهب إلى أبي بكر، اذهب إلى أبي بكر، يعرفون الفضل لأهل الفضل. فذهب إلى أبي بكر فقال: أقم الصلاة. فصلى أبو بكر، ولما صلى أبو بكر جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فشعر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظروا وجدوه، فلما وجدوه أخذ يضرب على أفخاذه، أخذ يضرب على أفخاذ، يضربون على أفخاذهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف، فذهب إلى أبو بكر فرآه أبو بكر. أبو بكر ما كان يلتفت في الصلاة، يعني كان رجل أسيف يلتفت في الصلاة. ما شاء الله ما شاء الله. رضي الله عن أهل الجزائر، رضي الله عنكم جميعا، إننا نحبكم في الله والله، ليتنا نكون منكم شهداء عند الله جل في علاه، اللهم أمين. فأشار النبي أبو بكر لما التفت، لما وجد الناس أنهم يضربون على أفخاذهم واشتد الأمر، نظر إلى الخلف فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خادم أصلا، فأشار لي أن معك، أن كن مكانك، أن كن مكانك. فرفع يديه فحمد الله جل في علاه، فرفع يديه فحمد الله جل في علاه، ثم تقهقر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم. بعدما صلى بهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راجعهم على ما فعلوا، وكان اشتد الأمر يضربون على أفخاذهم، فقال يعني: من رابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التسفيق للنساء. من رامه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التسفيق للنساء. فجعل التسبيح خاص بالرجال، وجعل التسفيق خاص بالنساء. والناس النساء عندما سفقت تأخذ ظهر اليد تضرب بها كذا، ظهر اليد تضرب بها كذا. فالرجال يسبحون يقولون سبحان الله. وخال بذلك الحنابلة، قالوا: وإذا استعصى الأمر في الصلاة وكان من مصلحة الصلاة أن يتكلم لحديث ذي اليدين، وهذا خلاف ما جاء عن الجمهور وخلاف الحديث. الحديث قال: إنما التسفيق للنساء، من نابه شيء في صلاة فليسبح، قال فليسبح، إنما التسفيق للرجال. فالتسبيح هنا هو الذي للرجال، وأما التسفيق فللنساء. يقول سبحان الله ولا يتكلم، وإن تكلم بطلت صلاته عند العلماء، عند الجمهور طبعا. واختلفوا في التصفيق، فقلنا أظهروا الضرب بباطن إحداهما على باطن الأخرى، الضرب بظهر إحداهما على باطن الأخرى، وقيل بإصبعين فقط وإلا يكون لهوا، وهذا خطأ مبين. المسألة جاءت مطلقة فتبقى مطلقة، أن الرجال إن نابهم أو رابهم شيء في صلاتهم يقولون سبحان الله، إذا نابهم شيء في صلاتهم يقولون سبحان الله، نعم. وأما النساء فعليهن التصفيق. طب لو تكلمت المرأة أو صفق الرجل، الصلاة صحيحة لا تبطل، ولأن هذا على الكمال الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، هو على الكمال. المهم تنبيه الإمام أو تنبيه المصلين بشيء، فيكون بأي شيء فيه التنبيه. فلو سبحت المرأة أو صفق الرجل صح التنبيه، ولم تبطل الصلاة بذلك، قوله وفي الباب عن سهل حديث علي بن أبي طالب أخرجه أحمد في المسند، وحديث سهل بن سعد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، بلفظ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وحديثه طويل،
وهذا طرف منه. أما حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة، أما حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن عدي في الكامل، وأما حديث ابن عمر فأخرجه ابن ماجه. قوله قال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي سبح، أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه ابن السكن. وقال بهقي هذا مختلف في إسناده ومتنه وفي متنه أيضا، وقيل سبح سبح وقيل تنحنح، ومدار على عبد الله سبح أو تنحنح مدار على عبد الله بن نجي وهو ضعيف. قال البخاري في نظر وضعفه أيضا كثير، لكن وثقه النسائي بن حبان. قال المعين لم يسمع عبد الله عن علي بينه وبين علي أبو. وحديث أبي هريرة قال الترمذي حسن صحيح، والحق بأنه متفق عليه بل أخرجه أصحاب الكتب الستة. تنحنح يعطي هذا الصوت كذا متكرر، يعني حتى يرشد هناك شيء في الصلاة، فانتبه هناك شيء. نعم. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.